يوم 19 تشرين عاملين لهم للرجال يوم دولي، شو رأيك بيطلع لهم يعملوا لهم يوم؟ ايه بيطلع لهم، ليش لا؟ ليه؟ بيتعبوا كمان الرجال، له حق، حقه الرجل يكون له يوم مثل اي مرأة، يعني كمان هو بيتعب وبيشتغل وبيعمل، يعني حقوق المرأة وحقوق الرجل كمان لازم يكون له حق. ما بده يوم، اخذين حقوقنا كلها الحمد لله. هو كل الايام له، يعني لازم هاليوم بالضبط كل الايام له. يا ريت يا ريت يطلع لنا يوم كل سنة بنسوان اجباري، يعني مثل ما في يوم للمرأة في يوم للرجل طبعا، يعني تعادل. والله هذا يعني فضل لنا كبير وللنساء كليات، يعني كمان لنا الشكر، يا هن ثلاث ارباع المجتمع ونحن الربع الثالث. اخذين حقهم ونص، هي بحق له لانه يعني بيشتغل وبيتعب، يعني بحق له الحقيقه ما بيطلع له. طبعا لازم يصير، شو المرأة احسن منا يعني؟ ما بيطلع له، على طول الساحه لهم كل الايام، لازم نحن ناخذ دورنا بقى.